ميلي هو اسم لرقصة نخبة مجتمع الكوتوكو وبها تم افتتاح المهرجان الثقافي السنوي للساوو الذي تنظمه جمعية نهضة حضارة الساوو كوتوكو، مهرجان يسلط الضوء على ثقافة وحضارة هذا المجتمع بهدف تعريف الجيل الجديد والمجتمع التشادي بالحضارة التي نشأت على ضفاف نهر شري رقصات تراثية من جيل الثمانينات تحكي عن عصالة وتاريخ هذه القومية. وخلال المناسبة رحب رئيس اللجنة المنظمة للحفل عبد عمر بالحضور وأشار إلى أن جمعية نهضة حضارة ساوكوتوكو تنظم هذا المهرجان سنويا بينما أوضح رئيس جمعية نهضة حضارة ساوكوتوكو أليفا مالوم عن أهمية المهرجان وأكد بأن هذا المهرجان يحتوي على العديد من الأنشطة الثقافية بينما أشاد مندوب الحكومة لدى بلدية الدائرة الأولى على تنظيم هذا المهرجان الثقافي هذا العام بالدائرة. أنا أشيد بقبيلة كوتوكو في تراثهم وفي نجاحاتهم وحفظهم لتراثهم. هذا وتم تأسيس جمعية محضة حضارة الساوو كوتوكو في عام 1992 وتعمل على تعزيز وحماية ثقافة الساوو كوتوكو.